تطرف والإرهاب، هل هو ظاهرة جديدة ولا ظاهرة قديمة؟ من نشأة المجتمعات ومن نشأة التطور اللي حدث فيها والتطور الفكري اللي فيها، هناك ناس بتستطيع أنها تتمحور حول وجهة نظر واحدة وقد تتصرف فيها، ويؤدي التصرف إلى كثير من الأحداث التي روتها فصول التاريخ. هل نتكلم عن التطرف والإرهاب؟ لا نتكلم حتى نقصد ناس معينة أو دول معينة، إنما نتناول الفكرة نفسها. وده حقيقي يعني طابع الدكتور أنس التكريتي. أنا استمعت إليه مرة واحدة في حديث الأمة، والحقيقة طريقة معالجته للقضايا بشكل عام قضايا فكرية لا تشخصن ولا تحدد، إنما تتناول الفكرة في جذورها وفي تطورها. ولذلك يمكن أن تتفق أو تختلف في إطار من التقدير ومن الاحترام لما يلقى وما يناقش. وهذا هو ما دفع حديث الأمة أيضا إلى أن يرحب بالأستاذ الدكتور أنس التكريتي. أهلا بك. شكرا. والموضوع الذي نتحدث عنه هو الموضوع كما يقال هو موضوع الساعة. ليس هناك أحد، ليست هناك مؤسسة، ليس هناك بلد، ليس هناك مسؤول، ما في مؤتمر إلا ويتناول هذا العنوان بشكل من الأشكال. بل أصبح أحد زملائي في مؤسسة شقيقة ذكر لي قبل بضعة أشهر التقينا وكنا نتحدث، فكنا نشكو لبعض هم أنه من أين نجد الدعم لمشاريعنا وليه. فقال أنا وجدت بأنه لا أقدم على أي منحة فيها يعني مشروع بعنوان التطرف والإرهاب إلا ويحظى بدرجة عالية من احتمالية القبول والموافقة. فأوصاني قال يعني هذا هو الخط لأجل أن تنال المؤتمرات الاقتصادية تتحدث عن التطرف والإرهاب، المؤتمرات الأمنية تتحدث عن التطرف والإرهاب، المؤتمرات السياسية تتحدث عن التطرف والإرهاب. فإذا لنتحدث عن التطرف والإرهاب، ولكن لنتحدث في محاولة حقيقية للفهم. هناك طريقة سهلة وميسورة في متناول الجميع، يمكن أن نطالعها في مختلف المواقع المشهورة حول ما هي التطرف، ما هو الإرهاب. ولكنه في حقيقة الأمر أنا شخصيا أعتقد بأنه هذا لا يحل إشكال. ليس المبتغى من عرضي اليوم هو محاولة للتبرير قط أبدا، بالعكس أنا أعتقد بأننا جميعا نحن ضحايا التطرف وضحايا الإرهاب، ولكن ينبغي علينا أن نفهم إذا كان هذا هو الخصم والعدو اللدود اليوم للعالم أجمع، لا أقل من أن نفهم ما هو هذا الخصم، ما هو هذا العدو، ما هو هذا الشر المحض، نفهم أبعاده، نفهم أنه كيف انتشر، كيف تواجد، ما الذي يقوم عليه من فكر، ما الذي يقوم عليه من أدوات، من آليات، وما الذي يدعوه اليوم أن ينبري كالعدو المشترك لكل العالم، الشرق والغرب والجنوب والشمال والجميع دون استثناء. فهي العنوان كما أنا اقترحته هي محاولة أخرى للفهم، لأن الرواية موجودة وموجودة في كل الأماكن التي نطلع عليها ونستمع لها، لكن نحاول أن نسلط الضوء من وجهات نظر مختلفة وأن نحيط بالجوانب التي قد تكون مهملة شيئا ما في الوسائل التي هي متاحة لنا. الأمر الأول أود أن أبدأ بقواعد ومنطلقات. الأمر الأول أن التطرف ظاهرة إنسانية عامة ولا تختص بدين أو معتقد أو فكر أو مجموعة بشرية دون غيرها، وكما تفضل الأستاذ الكريم حينما قدم، الأمر لا يعنى جماعة معينة أو مذهب معين أو ملة معينة أو مجموعة بشرية دون غيرها. حالة التطرف هي ظاهرة، وهذه الظاهرة هي ظاهرة إنسانية، أحيانا نجد في من نعرف، أحيانا ضمن الأسرة
المتزنة المعتدلة العادية التي تمارس حياتها بشكل طبيعي، فجأة يظهر لها شخص من بين تلك الأسرة والعائلة ينحو منح التطرف. والآن سنتكلم عن أنه كيفية يعني التطرف، لأنه للأسف الشديد كما تعرفون اليوم حينما يشار إلى التطرف يشار أولا بشكل كبير جدا إلى المسلمين، والأمر الثاني يشار إلى التطرف الديني دون غيره، بينما في الواقع هناك تطرف يعني على مختلف المستويات، هناك متطرف سياسيا، هناك متطرف أيديولوجيا، هناك متطرف ماليا، هناك متطرف ثقافيا، هناك متطرف. واليوم نحن نعيش في عالم الحقيقة هو فيه التطرف. اليوم نحن نعيش في عالم كما ذكر في مقال قرأته في الإيكونومست قبل عدة أشهر، أن العالم اليوم هو عالم عنوانيه، العنوانان اللذان يرسمان صورة العالم اليوم هما داعش وترامب. وإذا قلنا بأن التطرف هو خطر على العالم، إذن ينبغي لنا أن نقول بأن التطرف يمكن أن يكون في أي مكان في العالم، أن يظهر بأي صورة من الصور، وأن يستخدم مختلف الآليات والوسائل، ولا نركز على جانب من جوانب التطرف بينما نبقي جوانب التطرف الأخرى حرة طليقة تمارس فعلها كيف شاءت. الأمر الثاني أن التطرف في نهايته ظاهرة تتعلق بالإنسان، لذا فالتعامل معها ينبغي أن يكون ضمن المعايير الإنسانية المتعارف عليها. نعم أنا أقدر بأنه هذه little bit controversial، أنا حينما ذكرت هذه القضية في مجمع يعني صارت في شوية لغط، الناس ظنت بأني أنا أدعو إلى التسامح والتراحم والمش عارف إيش. الكلام ليس هذا، الأمر هو بأنه يعني هو سؤال إلى حد ما فيه من الفلسفة وفيه من الأخلاقية الأثيكال إيشوز التي ينبغي أن نعتبرها. بمعنى الإرهاب قطعا يعني شيء من الشر يصعب وصفه، ويعتبر من الأدواء التي يعاني منها العالم اليوم قطعا. ولكن السؤال هو أنه هل من الصواب أن نعامل الإرهابي خلاف ما نعامل مثلا قاتل لعشرين شخص أو لإنسان اغتصب وانتهك حرمات أو لشخص يعني قام بعمل إجرامي يستحق عليه السجن؟ هل عمل الإرهاب أصبح خارج إطار القانون بحيث أن له قانونا خاصة؟ هل يصح في حال كنا كبشر ندين مثلا التعذيب، هل يصح أن نقول لا بس الإرهابي يصح فيه التعذيب؟ هل يصح ذلك؟ سؤال يعني أنا لا أود أن أجيب، ولكني أتركه حتى أبين ما الذي أقصده هنا. أنا باعتقادي بأنه الإرهاب والتطرف ظاهرتان في نهاية المطاف هما ظاهرتين إنسانيتين، وبذلك لا يخرجان في طريقة تعاملنا معها عن القيم الإنسانية. اليوم أنا يوم بالزمانات يعني أنا حضرت كورس لشرطة، وكان من ضمن ما علموه للشرطة هو في ملاحقة المجرمين، وقالوا لهم يعني أيضا لما تلاحقوا المجرم إذا مثلا شوبليفتر ولا عمل، قدروا حجم الجريمة وقدروا معها طبيعة التعامل، يعني ما تركض معاه مثلا وتكسر رجليه ومش عارف إيش وكذا لأنه مثلا سرق جريدة بثلاثين بنس يعني فيها. طيب بما أنه يعني نحن عندنا المقدرة كبشر على أن نعامل الإنسان كإنسان حتى المخطئ منهم، إذن ينبغي أن لا نخرج المتطرف والإرهابي من الحيز الإنساني في نهاية المطاف. فيعني أنا باعتقادي هذه من القواعد والمنطلقات في محاولة فهم وأيضا لعلاج حالة التطرف. الأمر الثالث، لا يولد إنسان مشوه فكريا أو أخلاقيا، ما في إنسان يولد هو متطرف ولا إرهابي ولا مؤمن بأنه داعش يعني هي الصحيح، بل التنشئة والبيئة والظرف هي من تسبب تلك التشوهات. هذه مسألة مهمة، أنه في نهاية المطاف هذا الإنسان المجرم الذي نراه مجرما والذي قتل والذي سفك من الدماء والذي هو في منشئه كان طفلا، كان إنسانا، كان يلعب، كان يحلم، كان يعني عنده حياة مستقيمة ومستوية، كانت عنده أسرة، كان عنده أحباب،
ربما هو نفسه مر بقصة حب رومانسية. فهؤلاء ليسوا حيوانات، عفوا ليسوا بهائم، هؤلاء بشر. السؤال هو أين المنعطف الذي حصل في حياة هؤلاء بحيث حالهم من بشر أسوياء لهم أحلام وآمال ويرون الناس جميعا بشرا إلى شيء مختلف، يرون بأنه سفك دماء هؤلاء الناس أمر مستحب وأمر مقدر. فهذه أنا باعتقادي قاعدة مهمة. الأمر الرابع، يرتفع منسوب التطرف أو ينخفض بالتناسب مع ارتفاع منسوب العدل وانخفاضه. هذه حقيقة empirical، هذه دراسات وإحصائيات لا يتسع المقام لذكرها. هو أنه في المجتمعات التي يغلب عليها حالة العدل، حالة المساواة، حالة أنه كرامة الإنسان محترمة ومقدرة ومصانة، حالة بأنه الإنسان يشعر بأنه قيمته كقيمة سائر الناس على اختلاف أجناسهم، وهذا المجتمع إلى حد كبير نرى فيه انخفاضا في حالة التطرف. ولاحظوا لم أقل استئصالا لحالة التطرف، أجزم بأنه ليس هناك مجتمع بشري إلا وفيه يعني ظاهر، ولكن أقول ارتفاع وانخفاض هذا المنسوب. فليس هناك مجتمع كله متطرف، وليس هناك مجتمع يخلو من التطرف بشكل مطلق. الأمر الخامس والأخير هنا، ليس كل حالة تطرف تودي وبشكل تلقائي إلى الإرهاب، ويجب الفصل بين الظاهرتين. هذه مشكلة احنا عندنا هنا، وأنا يعني أرجوكم أن تفكروا أيضا فيما أقول فيما نواجهه نحن هنا في المجتمع البريطاني. فالسؤال هو أنه هل نعامل المتطرف فكريا، المتطرف مسلكا، المتطرف يعني ثقافة، هل نعامله كما نعامل الإرهابي الذي هو مقدم على فعل؟ هذا أمر خطير الحقيقة. القوانين إلى حد كبير تكاد لا تفرق، لا أقول لا تفرق إطلاقا، لكنها تكاد لا تفرق، وهذه مشكلة، هذه مشكلة كبيرة. طبعا كنت في ندوة قبل أيام وذكر أحدهم في محاولة التفريق، لأني أنا أشرت إلى قضية التطرف والإرهاب، فكان في تعليق قال التعريف واضح أنا بالنسبة لي، التطرف هو يتعلق بالقناعة والفكر، والإرهاب ممارسة. ولكن في الحقيقة هو ليس هذا، يعني هذا مو دقيق بشكل مطلق، لأن هناك مسلك أيضا متطرف، هناك سلوك متطرف، يعني الأمر ليس فقط في الاقتناع، إنما هناك مسلك. لكن عموما يعني هو interesting، يعني أنه نتعرف على تعريفات التطرف والإرهاب والعلاقة بينهما يعني الموجود لدى مختلف الناس. طيب التعريف، وهنا أنا أود أن أشير ليس فقط إلى التعريف، بل لماذا نتكلم كثيرا عن التعريف، تعريف ظاهرة التطرف والإرهاب، بما أنهما هذا هو الخصم المنبري للعالم بشكل عام. أليس من المعقول إذن أنه جميعنا أينما كنا هنا في بريطانيا عرب، ولا مثلا من الكاريبيان كوميونيتي، ولا ناس في اندونيسيا، ولا ناس في استراليا، ولا ناس في سان سلفادور مثلا، كلنا متوافقون انه ما هو تعريف التطرف والإرهاب، بما انه هذا هو العدو الذي كلنا نواجهه المفروض. ولكن ليش تجدون بانه احيانا في الغرفه الواحده شخصين ما متفقين انه ما هو التطرف وما هو الإرهاب؟ هذه الحقيقه قضيه انا باعتقادي ينبغي ان يعني نفهمها ونتعرض لها. أنا الحقيقة وضعت نوع من التعريف، ولا أقول بأنه هذا التعريف النهائي والقطعي ولا سوى، أقول أنه ربما هو محيط بشكل مجمل بالمعاني العامة لما قد نشير إليه على أنه تطرف. التطرف هو حالة من العصيان على التغيير، يعني واحد خلاص متزمت ماسك خط ومش راضي يتغير، حالة من العصيان على التغيير في قضيتين، المظهر والقناعات. المظهر من ناحية المسلك، الملبس، الممارسة، والقناعات من حيث الأفكار والمبادئ والاعتقادات والرؤى وما شابه، وثم بعد ذلك وبناء الأحكام وفقا لذلك. بمعنى هذا إنسان خلاص مقتنع بشيء، إما مظهري أو مخبري، إما ذهني أو ممارسة، مقتنع فيه ومش راضي يتغير، بل يجد في نفسه عدم القدرة على أن يتغير، ويبني الأحكام وفق هذه القناعة. يعني مش أني والله أنا عاجبني أيديولوجية معينة
بس ما عندي مشكلة الناس تؤمن بأي أيديولوجية وما عاجبيهم. هذه يعني حالة عادية جدا ومتزنة أنا باعتقادي أيا كانت قناعتي صح ولا غلط. ولكن هي حالة التطرف حينما يكون الإنسان متزمت بشكل بحيث أنه يستعصي على التغيير، تمام، ويبني الأحكام وفقا لذلك. الإرهاب هو إيقاع الضرر بهدف تحقيق التغيير وفقا لمعتقدات التطرف. هذا الحقيقة في عندنا مشكلة فيه. لما قدمت هذا التعريف أحدهم رفع يده قال لا هذا مش صحيح. إيش طيب يا سيدي الكريم؟ فقال الإرهاب هو الضرر، يعني مثل ما أنا ذكرت، حينما يكون من طرف أو فاعل غير رسمي غير حكومي. قلت له طيب يعني هل أنت تقول بأن الحكومة غير يعني يستحيل إيش ما فعلت لا 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 يمكن أن يوصم فعلها بالإرهاب؟ معقول هذا الكلام؟ يعني ما حصل مثلا من في رواندا من قتل لمئات الآلاف من الأبرياء، ما حصل في البوسنة، هذا إيش تسمي أنت يعني مثلا فعل الحكومات؟ كيف اليوم يعني ما يجري يعني في بعض البلدان العربية، طيب هذا إيش تسمي أنت بالضبط؟ يعني ما تدخل في إيش دفاع عن النفس مثلا النظام، يعني إيش قاعد يسوي بالضبط؟ لكن أيضا جيد أنه نتعرف على ما هو موجود، وفعلا هو الذي قاله هذا الشخص هو الأمر الذي أكثر الأنظمة وخاصة الغربية هي مقتنعة فيه، لأنه سهل أنه أنا الإرهابي عندي هو كل فاعل غير حكومي، لأن الحكومة أنا مضطر أتعامل معها وعندي سفارة هنا وما عندهم سفيرة هنا وعندنا علاقات تجارية وبعدين رايحين زيارات رسمية وجايين زيارات رسمية، يعني محرج لما أجي أوصمهم أنا ممكن بأنهم إرهابيين، يعني قضية. أما أني أقول والله كل من هو خارج عن الحكومة يعني تحل لي إشكالية كبيرة، ولكن هل هو هذا صحيح؟ طيب احنا في عندنا مشكلة، وانا ساسمي ثلاث او اربع مشكلات فيما يتعلق بقضية التعريف. اخوكم انا بالاصل يعني اكاديميا انا عندي الماجستير في مجال اللينغويستكس، انا بالاصل مترجم فوري، translating and interpreting، ودرست عدد من السنوات في هالمجال هذا، وبعدين تبت الى الله وانبت وتحولت الى السياسة. فأنا قضية المصطلحات عندي مهمة، يعني أنا دقيق في قضية إنه المصطلح ودوي مين. ومن أخطر الظواهر ومن أكبر المشكلات لما نجي نتكلم على التطرف والإرهاب بأنهما أصبحا مصطلحين سياسيين بامتياز. كيف الدليل على هذا؟ ما في قائد، ما في رئيس، ما في ملك، ما في أمير، ما في شيخ، ما في سلطان إلا وفي كل خطبة يقولها لازم في تطرف وإرهاب. جميع الأنظمة اليوم في العالم الحمد لله، حتى تلك المستبدة والديكتاتورية والتي تقتل يوميا الحمد لله هي تحارب الإرهاب وتطرف الحمد لله. فالمصطلحين مصطلحين سياسيين بامتياز. ومشكلة تسييس المصطلحات هذه مشكلة أنا الحقيقة أتمنى لو أن في هذه الأنظمة عاقل يفهم مآلات الأمور. أنا لما عندي إشكالية وأزمة تعصف بالبشرية جمعاء، وأنا المفروض أن أي إنسان عاقل يتصف بالإنصاف يتسم بالإنصاف المفروض أن يعمل كل ما بوسعة أو وسعها لأجل مكافحة هذه الظاهرة، ومحتاج إلى حشد يعني كل القوى العالمية والموارد البشرية لأجل مكافحة هذه الظاهرة التي تشكل خطراً وجودياً على الـ على الـ على الكائن البشري، صح؟ أنا حينما أقوم بتسييس ما يتعلق بهذه الظاهرة لأجل أغراض آنية تعمل لي والله شوية ارتفاع بالشعبية عشان الانتخابات الجاية، تلاقي لي دعم من مؤسسات مثلا معينة حتى تمدني بالدعم، تحل لي مشاكل مثلا بيني وبين جيراني يعني كذا لما أجي أنا أتكلم على مكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف، ويا سلام يعني مباشرة أن نصير أصحاب. مشاكل آنية آتي وأسيس هذه المصطلحات، هذه الحقيقة أولا لا تحل هذا الإشكال الوجودي الذي أنا مؤمن بوجوده، وثانيا تجعلني أنا في وضع بحيث أنه سيأتي اللحظة التي لا أستطيع أن أتكلم على هذا المصطلح الذي استخدمته في لحظة ما بلون معين ضمن سياق معين لأجل غرض معين، خلاص هو يصير خادم لقضية معينة آنية.
ما تصبح القضية قضية فيها بعد أنه الصراع مع مثل هذه الظاهرة هو صراع أبدي، هو صراع دائم. طيب، إنما أنا استخدمت لأجل أغراض آنية. فأزمة تسييس المصطلحات الحقيقة قضية ينبغي أن ننتبه لها كثيرا. للأسف الشديد اليوم كثير من المصطلحات الدارجة هي مصطلحات سيست، وأنا حينما أقول سيست هي بمعنى أنها سرقت، سرقت لأجل تحقيق أغراض معينة لأصحاب القوى، من يملك القوة اليوم. فاليوم ترون بأنه الحمد لله جميع الدول ومن ضمنها من أكثر الأنظمة قمعا وقتلا وتشريدا هم يكافحون الإرهابيين. هذه مشكلة، هذه مشكلة كبيرة الحقيقة. الأمر الآخر، استخدام المصطلحات بشكل بحيث يفرغ المصطلح من مضمون، يصبح لا طائلة من ورائه، ما ينفعش. لا، مو بس ما ينفعش، ستجد بأنه البعض لأجل أن يعبر عن فكرته يقول للناس، يعني وهذا حصل بالمناسبة في هذا اللقاء اللي جرى قبل أيام، أنه يعني بسبب أن اليوم الجميع المتقاتلين جميعا اللي قاعدين ناس تذبح ناس في بلدي في العراق، كل طرف يصف الآخر بأنه إرهابي، كل طرف يصف ويبرر قتله وتفجيره وانتهاك لحرمات الآخر. طيب، المصطلح لم يعد له أي معنى. أنا اليوم لا أستطيع أن أتهم أي إنسان بأنه إرهابي، لأنه الجميع يتهم الجميع بأنهم إرهابيين. طب لما الجميع يتهم الجميع بأنهم إرهابيين، إيش بقي أصلاً هو قيمة للمصطلح أساساً؟ ماذا بقي للجميع؟ اليوم مثلاً في العراق في قانون، هذا القانون مشهور بأنه قانون أربعة إرهاب، هكذا عنوانه في الدستور، أربعة إرهاب. أربعة إرهاب تهمة جاهزة لأي واحد يزعجني. جاري وقف السيارة أمام بيتي، أنا ممكن أرفع السماعة على أقرب دائرة شرطة وأقول لهم ترى جاري هذا إرهابي، وتلصق به تهمة أربعة إرهاب. طبعًا تهمة أربعة إرهاب معناته يعني هذا الإنسان هو وأهلي وأهله وآله وصحبه وجيرانه راحوا شربت مية، يعني زي ما مثل ما تقول. فهذا يفرغ الموضوع من مضمونه، لم يعد له معنى. أنا حينما أساوي بين خصمي، أنا عندي خصم سياسي ما أحبه وأتهمه بالإرهاب وهو مجرد أني هو خصم سياسي، طيب كيف إذن أفرق بينه وبين من يقتل الناس اعتقادا إيمانا دينا، يزعم أنه دينا يتعبد لإلهه بقتل الناس؟ طيب كيف أفرق بين هذا وذاك؟ ما يقدر أفرق بينه، المصطلح لم يعد له معنى، وهذا خطر، هذا خطر عظيم. تحديد التعريفات وفق المصالح الآنية، هذه طبعا مشكلة كبيرة جدا، ولكن للأسف الشديد الحكومات والأنظمة على مختلفة، ترى الآن لا نتكلم فقط على مصر ولا سوريا ولا العراق ولا اليمن ولا، لا لا، احنا نتكلم على ظاهرة عامة اليوم. انا يعني اقولكم، انا مثلا، انا شخصيا اخوكم، انا يعني انا اصنف بأنه انا متطرف من قبل بعض الأجهزة هنا في بريطانيا. طيب يعني هذه مشكلة، يعني أنا يوم من الأيام جمعني لقاء في البرلمان بأحد هؤلاء الذين كتبوا ضدي وقال أنه أنا سنتكريتي إنسان متطرف. فقلت له، يعني قلت له أنت ماذا حققت بهذا؟ ماذا حققت؟ يعني أنا وياك اليوم في الجلسة البرلمانية اتفقنا على 80% من المسألة، أنت اتفقت 80% مع واحد متطرف حسب كلامه حسب قناعته. طب هذا أين يضعك أنت؟ أنا بالنسبة لي ما عندي مشكلة، يعني أنا أعرف من أنا، لكن أنت الذي وصمتني ووصمت آخرين يخالفوك مثلا في قضية موقفهم من فلسطين مثلا، ولا موقفهم من قضية معينة، طيب أنت وصمتهم بالتطرف والإرهاب، طيب كيف راح تتعاون معاهم في قضايا مثلا الأمن البريطاني، في قضايا الشاب المسلم مثلا واندماجه في المجتمع؟ كيف راح تقدر تتعاون معهم؟ ما أنت خلاص، أنت خليتهم هم في خانة بعيدة. فهذه مشكلة الحقيقة كبيرة جدا، وينبغي أن نحذر منها حذر شديد. طيب، كيف ينشأ التطرف؟ احنا يعني ما أعتقد أنه فينا من لا يعلم حقيقة كيف ينشأ التطرف، ولكن خلينا نراجع مع بعض. أحتاج إلى ظرف استثناء، ظرف غير معتاد. التطرف دائما
ينشأ في ظروف غير المعتادة، الظروف الاستثنائية، احتلال، جريمة واسعة، حالة من حالة فكرية معينة سائدة وتغير من شكل المجتمع، يعني فيه حالات استثنائية تضطر الإنسان أو تدفع بالتطرف إلى أن ينشأ قضايا. تمام؟ من منكم يذكر في 77 أظن كانت أو 78 لما انقطعت الكهرباء عن مدينة نيويورك عن مانهاتن؟ تذكرون في غضون 3 ساعات اللي انقطعت فيها الكهرباء حصلت عشرات الآلاف من الجرائم وآلاف من حالات الاعتداء ومئات إن لم يكونوا آلاف من حالات الاغتصاب. ومن قبل من؟ من قبل سكان نيويورك اللي هم ناس في النهار في وضع النهار بوجود الكهرباء ناس محترمة. كان في ظرف استثنائي مباشرة أبرز ظاهرة إنسانية شاذة استثنائية. طبعا هذا إذا اقتنعنا بهذا الكلام، هذه رأيي طبعا وللجميع الحرية في أن يؤمن بذلك أو لا، ولكن إذا آمنا بهذا إذا مؤدى هذا الكلام أنه في حال استقرار الأمور نستطيع أن نكافح ظاهرة واسعة جدا من ظواهر التطرف. جزاك الله خير، شكرا جزيلا. تمام؟ فأنا من الناس لما أضع مثل هذه لأنه أنا في ذهني أنه هل هذه الظاهرة لها علاج ولا ما لها علاج؟ أنا باعتقادي لما أستخدم مصطلح مثل ظرف استثنائي فأنا أقول أولا لأنه ظاهرة التطرف ليس ظاهرة اعتيادية، ليست هي ظاهرة الأصل، هي ظاهرة استثنائية. فبإزالة الظرف الاستثنائي يمكن أنه كثير، مو شرط كلها، لكن كثير من شريحة التطرف يمكن أن تعود إلى حالة من الاعتداء. إنسان سقيم، ومرة ثانية أنا استخدمت السقم المرض، إنسان عليل، يمكن يكون عليل التصرف، يمكن يكون عليل الأخلاق، يمكن يكون عليل القيم، الاعتقاد، الممارسة، يكون أيا كان، لكنه هو إنسان سقيم، فكر معوج. هذا الفكر المعوج باي ذا واي حتى ما نكبرها ونخليها الأيديولوجية ولا المرجعية الإسلامية ولا الفكر الماركسي، نو نو نو. أحيانا أني أنا مجرد فكري يقنعني بأنه ممارستي لشيء غلط هو مبرر وصحيح، يعني يمكن أن يبدأ بقضية بسيطة، يعني مش بالضرورة أنه تكون قضية فكرية والواحد دارس كتب وقاري، لا، لكن أنه في قبول بتبني وانتهاج يعني فكر فيه خلل، سلوك خاطئ وغياب للأطر القيمية. وهنا أنا باعتقادي هنا مربط الفرس في كثير من الأحيان. لما أنت عايش في مكان المجتمع لا يحرس، المجتمع لا يحرس، هذا المجتمع قابلية الإعوجاج، الانحراف، قابلية الجريمة، قابلية المسلك الخاطئ تصبح أكبر. الأطر القيمية للمجتمع مهمة. أنا أذكر قبل أكثر من 10 سنوات قررت أنا وزوجتي، كان عندي ولدين وقتها، وقررنا بأن نذهب إلى الأردن لسنة أو سنتين أو أكثر يعني حسب الظرف حتى ينخرطون في المجتمع العربي الذي فيه قيم محافظة. وأذكر وقتها أني يعني القرار ما كان قرار سهل، إحنا بحياتنا ما عايشين في بلد عربي فما كان قرار سهل، لكن أذكر جيدا أنه إحدى الدوافع أحد الأصدقاء الذي فعل نفس الأمر، فلما سألته قلت له ليش أنت أقدمت على هذا، ليش بعثت أولادك يعني إلى بلد معين، هو بعث وقتها إلى سوريا، فقال يعني من ضمن المسائل قال أحببت أن أولادي يعيشوا في مجتمع في حال أخطأوا في الشارع صاحب الدكان ولا الرجل العابر يقولهم يا عمو عيب. شوف هي فكرة بسيطة قد تكون يعني جدا ساذجة ولكنها هي تعبر عن منظومة قيمية. حينما يكون المجتمع كمجتمع حارس لأمن، للأمن الأخلاقي، للأمن القيمي للناس، هذا مجتمع يصعب فيه استفحال
ما أقول ظهور لكن استفحال ظاهرة التطرف النشوز الانحراف الفكري المسلكي يصعب. هذا مجتمع حارس للأسف الشديد. أنا أقول بأنه كثير من المجتمعات، طبعا المجتمعات الغربية أسبق، ولكن حتى المجتمعات العربية والمسلمة كثير من الحقيقة بدأ يفتقد مثل هذا هذه القيم. أصبح الناس يقول لك يا أخي أنا شعلي، أنا يا أخي ما أريد أورط نفسي، ما أريد أدخل نفسي، أنا مش عارف هذا مين، هذا ابن مين، يطلع لي أبوه تطلع لي أمه، مش عارف إيش كذا، فلذلك الأحسن إني أنا ما أتكلم. فلذلك يعني الحقيقة الأرضية أصبحت أكثر قابلية لاستقبال الأفكار الناشز، الأفكار المنحرفة، الأفكار السلوك المعوج. ما هي سمات الشخص المتطرف؟ المتطرف كيف نعرفه؟ فيه يعني سمات الحقيقة أنا أضعها في 3 أو 4 نقاط. التطرف هو الاعتقاد بأن الأمور لا سيما تلك المتعلقة بالقناعات والسلوكيات تقع ضمن عنوانين، الحق أو الباطل، وليس هناك مساحة بينهما. الأمور يا أما حلال يا أما حرام، يا صح يا غلط، يبيض يسود، أي حاجة بالنص ما فيش. هذه بالمناسبة نفس الشخص، نفس هذا الشخص، يعني حتى أضرب مثل، أنا ما أريد أن أضرب أمثال بحيث أنه يذهب ذهنكم إلى فئة معينة من الناس، ولكن أنا مضطر لضرب الأمثال أحيانا. فأرجو أن يعني أنا ربما أقول بأنه مثلا المتطرف هو ترامب، لاحظوا، لكن أنا أعطيكم مثل. نفس هذا الشخص، لأني أنا قابلت يعني في بحكم العمل وبحكم البحث مالنا والسيرفيز والكويشنير، نقابل أشخاص من هذا المنحى، فهو نفس هذا الشخص الذي يؤمن بأنه الأمور يحكم عليها إن إما صح أو غلط، هو نفسه سيقول، سيردد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الحرام بين والحلال بين وبينهما أمور مشتبهات. هو نفسه يقول هذا الحديث، لكن من حيث الممارسة، من حيث الممارسة هو بالنسبة له مؤمن بأنه كل شيء إما حق يا إما باطل من حيث الممارسة، تمام؟ أذكر هو نفسه هذا الشخص، قابلنا على مدى 3 ساعات يمكن 2 أو 3، فأذكر أنه قال لما دا أقول له يعني أنت ميزانك المسألة، قال لي شوف يا أستاذ كأس المي، هذا هو مسك كأس المي، قال هذا كأس المي إيش مليء؟ قلت له مليء بالماء. قال لو سكبت الماء يكون مليء بإيش؟ قلت له هواء. قال هكذا، قال كل شيء يا ماء يا هواء، يا حق يا باطل، يا حلال يا حرام، يا تأخذ عليه أجر يا تأخذ عليه، يا تروح الجنة فيه يا تروح النار فيه. أبدا، هذه قضية من السمات المهمة التي يمكن التعرف فيها على الشخص، وهذا للمتدين وللملحد وللمسلم وللغربي وللأبيض وللأسود، هكذا سمت، هذه سمت، هذا طبع. الاعتقاد بأن الحق كله ماشي، هو مش حق وباطل، لا لسه في أكثر، أن الحق كله بدرجة واحدة والباطل كله بدرجة واحدة، وليس هناك تفاوت بين الدرجات ما هو حق وما هو باطل، وهذا معيار وميزان مهم. يعني حتى في يا أخي في القضاء والقوانين، الإنسان الذي يعمل شوب ليفتنج لقضية غير لمن يروح يسرق له مثلا 1,000,000 باوند من البنك، غير يعني، وهناك أخطاء وجرائم يغفر لها، يعني يقال والله لا ما في سجن، انت روح اعمل لك مثلا كوميونيتي سيرفيس ولا اعمل لك حاجه ولا ادفع غرامه، تمام؟ الذي يعني مثلا ما يدفع تذكره لسيارته، معقول انه هو نفس جريمه الذي يسرق السياره مثلا ويمشي فيها؟ بالنسبه للانسان المتطرف عنده الخطا واحد، ما عنده يفرق انه في درجات من الرماديه، وان الحق ايضا في حقوق اولى من غيره. نعم اليوم انا مثلا مطالب ب مثلا انه والله ادفع صدقات، انا عايز ادفع صدقه واروح اذبح روحي بس حتى مثلا ادور لي على واحد محتاج الى الصدقه حتى ادفع لي وما اشعر بالفرح، بس بنفس الوقت انا مثلا فوت الزكاه اللي هي الفرض وهي الاصل، تمام؟ فهذه وانا باي ذا واي يعني وانس اجين هذه ايضا سمت عام في البشر وموجود عند، وهناك انا يعني عندي من الأصدقاء مثلا حزبيين، يعني في حزب الليبراليين، في الحزب المحافظين وكذا،
يكادون يعني عندهم مثل هذا 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 النموذج في تعاملهم مع القضايا المختلفة. الاعتقاد بأنه بأن ما عنده من رأي أو اعتقاد يعد الحق المطلق. هذه مسألة أظن أنه هي شائعة ونلاحظها، نراها في مختلف الناس. أنت يعني أنا جربت الحقيقة، يعني أقول لكم أنا عندي بعض العلاقات مثلا مع الإدارة الأمريكية، وأذهب ونلتقي ونعمل ندوات وحوارات وما شابه. مؤخرا كان يجمع بيني وبين شخص عمل لأسابيع قليلة في البيت الأبيض في عهد ترامب. فواحدة من المسائل يقول لي بأنه لما أقول له يعني ترامب من يعني معقول أنه هو مؤمن بهالكلام هذا؟ قال مش بس مؤمن، قال هو يعني مستعد يضحي بكل ما حوله ومن حوله لأجل ما يعتقده. فهو يعني مؤمن إيمان راسخ بهذا الكلام، ويعتقد بأنه كل واحد آخر حتى المستشارين اللي هو معينه ويدفع لهم ألوفات يعني حتى يشيرون عليه، لما يعطوه رأي غير اللي موجود عنده عادة يهمله ويزعل من اللي يقدم له رأي مخالف. فيعني هذه شخصية هي شائعة وموجودة، بأنه شخص يعتقد بأن ما عنده هو الحق، يرفض أي مظهر أو رأي أو فكر لا يطابق ما عنده، لا يطابق مش يوافق، يطابق ما عنده، ويحكم على حامل الرأي أو الفكر المخالف بالرفض التام والمطلق، فضلاً عن طبعاً الفكرة أو الرأي ذلك الرأي الذي يخالفه. بمعنى أنا وإياك ناقشنا قضية، أنا مؤمن إيمان قاطع لا يأتيه الشك من بين يدي ولا من خلفي إطلاقاً أبداً، ما في 100%، تمام؟ أنت تأتيني برأي مخالف، مش فقط أني أنا أرفض رأيك، أرفضك أنت وتصبح أنت مرفوض عندي مش رأيك، طيب؟ وأعتقد يعني ما فيش داعي للأمثلة الكثيرة لأنه الأمر أظن الرسالة وصلت. الأمر الآخر يتقلب بين تطرف وتطرف، وهذه أيضا سمت أنا لاحظت بنفسي، يعني أنا عندي مشاهدات حول ناس يعني تحاول إقناعها بأنه موقفها متزمت ومتطرف، وتنظر في سيرة حياتهم فتجدهم كانوا في لحظة ما كانوا بالنقيض تماما. يعني أنا دائما مثلا عندي رواية في شأن مؤسستنا، احنا مؤسسة قرطبة، وأنا شخصيا هناك من ينتقدني بشكل مستمر ويهاجمني بشكل مستمر. أحدهم أنا أعرفه منذ كان شابا عمره تقريبا 19 سنة وكان في الجامعة. هذا الشخص هو نفسه مش أصدقاء مش جماعته، لا هو نفسه. كنت أنا في بداية العشرين، يعني أكبر من عنده ربما بسنتين أو ثلاثة، فكنت أنا وقتها أحاضر في عدد من الجامعات حول مهمة يعني وأهمية أن المجتمع المسلم في بريطانيا يلعب دوره في المشاركة السياسية وفي التصويت وفي الانتخاب وفي مش عارف إيش قصة. طبعا الكلام اليوم هو كلام يعتبر يعني هو البديهي، في السابق هذا الكلام أنا أقول قبل يعني قرابة 20 سنة أو 30 سنة يعني كلام كان الحقيقة مستفز لكثير من الناس، فياما يعني ما في مسجد أدخله، ما في مركز أدخله، ما في كذا إلا وأطرد تقريبا. هذا هو وثلة مع ثلة، يعني مش كثر، يعني يمكن كانوا حوالي 7-8 كانوا يتابعوني من مسجد لمسجد، وفي مرتين من المرات ضربوني، يعني مرة ضربوني بحاجة مش عارف حديدة ولا طابوقة، ضربوني هكذا ومرة حاولوا يعني يضربوني ضرب يعني من الأمام لولا أنه الناس تسد. هو نفسه، هذا نفسه تدرج في منابر الحياة بحيث اليوم أصبح مستشار حكومي لدى الحكومة البريطانية، وأصبح يهاجمني أني أنا إنسان إسلامي وأنا إنسان كذا. فشوف تقلب من تطرف إلى تطرف آخر. هذه سمت من سمات المتطرفين، لأنها ربما يعني خلاص أصبحت
ضمن الدي ان اي انه لا يستطيع انه يكون هو متوازن في مسار. وغالبا الانسان المتطرف مثلا في رايه في فكره تجده متطرف مثلا في التعامل مع اهله، في التعامل مع اولاده، تجده هو نفس نزعه التطرف. انا اقدر الوقت يعني ان شاء الله احاول الانتهاء قريبا. الانسان المتطرف يا اخوه واخوات اما مريض نفسيا وهذا له علاج، يعني ينبغي ان يعالج. ما نستطيع ان يعامله كمجرم. اليوم اذا انسان يعني اوتستيك ولا انسان عنده learning difficulties ولا انسان اقدم على فعل جريمه، لا شك انه لا يعامل نفس معامله الانسان السوي او الانسان اللي ما عنده مشكله. طيب فهنا ايضا لازم نعترف بانه في ناس مرضى نفسيين، اللي عنده ديبرشن، اللي عنده حاله معينه، او جاهل وضيق الافق ومحدود الرؤيه. انسان جاهل، والجهل اخطر عدو للانسان وللمجتمع، او شرير محض فيه. بس احنا بدراستنا لمئات من الحالات في العراق وفي سوريا وفي ليبيا، في دراستنا هذا الانسان الشرير المحض لا يتجاوز 3% 2% 4% في اقصى الحالات، اللي هو خلاص انت تشوف تقول اعوذ بالله، يعني هذا انا يعني مش مرتاح اني جالس معاه في نفس الغرفه حتى ومعنا يعني عدد اخر من الناس، مش مرتاح، يعني تشعر بانه في عينه الشر قليل، هذا نسبتهم ليست كبيره. محاولات مكافحه ظاهرتي التطرف والارهاب، ويعني اظن هذه اخر ربما شريحه. الولايات المتحده الامريكيه هناك مشروع كبير اسمه CVE Counter Violent Extremism، حمله مكافحه التطرف الذي يؤدي الى الارهاب او التطرف العنيف. في المملكه المتحده اسمها Prevent وانتم تعرفونها جميعا. مشكله التوصيف هذه مشكله كبيره. طيب السؤال هو، بما انه Prevent شغالين عليه صار لهم الان اكثر من 12 سنه من تفجيرات 7/7 في لندن، وتأسس بريفنت وبرعاية حكومية مستمرة وبدعم حكومي لا محدود. طيب إذا لماذا حسب الإحصاءات الحكومية تطرف حالة التطرف تزداد سنويا، وتزداد مش ب 2% 3%، تزداد أحيانا ب 20% 30% مرة من المرات سنة من السنوات، حسب الإحصائيات مالت وزارة الداخلية والأمن أنها زادت بنسبة حوالي 45%. طيب ليش؟ ما دام الحكومة كلها شغالة على الموضوع هذا، طيب ليش إذا في فشل؟ معناته المشكلة هي مشكلة التوصيف، لا نعرف كيف نوصف المشكلة مرة ثانية، لأنه إحنا محكومين للأسف الشديد بإرادات سياسية أكثر مما هي إرادات مقتنعة بأن هذا الأمر يحتاج إلى حل، يعني يحتاج إلى مشروع طويل الأمد. مشكلة الفهم، اليوم للأسف الشديد موصوف التطرف والإرهاب على أنه محصور ضمن الخانة الإسلامية. طبعا هذه من أكبر الأخطاء ومن أكبر المشكلات، وأنا أعتقد أنه بما أن الانطلاقة هي هذه، بأنه هذا المشروع نبدأ لأن المسلمين عندهم، فمعنى ذلك أنت حكمت على نفسك بالفشل ابتداء. طيب لكن لنقول أوكي فاين، شكرا جزيلا، يلا حلوا لنا مشكلة ظاهرة التطرف بين المسلمين. هو غير قادر على أن يفهم أبعاد المشكلة أساسا حتى يستطيع أنه يحلها. فعندنا مشكلة في الفهم. إحنا ياما نجلس مع رجال من الأمن والناس اللي عاملين في، وأنا أعتقد بأنهم أصحاب نوايا مخلصة حقيقة يريدون أن يؤدوا. فلما نجي نتكلم فيقولك طيب إيش قصة الآية القرآنية اللي في السورة؟ لا يا ابن الناس، أنت خلاص صارت مشكلتك هاي الآية القرآنية؟ أنت فكرك هذول المتطرفين قارين هاي الآية القرآنية؟ أنت فكرك حافظين هاي الآية القرآنية؟ أنت فكرك أنهم والله هم صلوا في الآية القرآنية هذه يعني مثلا، بحيث أنه يعني أنت مشكلتك هاي الآية القرآنية؟ ففي للأسف الشديد في ضعف في الفهم. مشكلة الآليات، طيب ماشي أنا فهمت الموضوع، طيب كيف سأعالجه؟ المشكلة للأسف الشديد في أمريكا وفي بريطانيا هناك مشكلة مشتركة، وهذه المشكلة المشتركة هي بأن الآلية هي آلية أمنية، آلية أمنية، والآلية الأمنية لن تحل إشكال. ومشكلة المال، جعلوا للأسف الأمر مربوط بالمال، قالوا engaging communities، العنوان حلو ماشي، إذا كل المجتمعات أشركها في الحياة وساعدها في مشاريع مختلفة تمام التمام. للأسف الشديد أصبح هذا الانجيجمنت من خلال المال. فمثلا مؤسسة شبابية عندها فريق كرة قدم يلعبون مثلا مرتين ثلاثة في الأسبوع، أجي أعطيهم مثلا كل شهر 2000 باوند بمجرد، وليش؟ حتى انه والله مثلا كل كم شهر يجيبون يقولون عندنا والله واحد من الاولاد احنا قلقين بشانه، مش عارفين ايش جاب معاه مصحف وجاب وراد يصلي وكذا مش عارف، فيجمعون معلومات. في حال انه راحوا على المدرب هذا المسكين وقالوا له
عندك اي ملاحظات؟ يقول لا ما عندي ملاحظات. سحبوا ال 2000 باوند، فاصبح المال هو الجزره والعصا، وهذه مشكله كبيره جدا، لانه داخل المجتمع المسلم مثلا اوجدت حساسيات، انتم مؤسسه تستلمون اموال بريفنت وانتم ما تستلمونها، انتم خونه وعملاء وانتم مش... يعني انت عملت مصيبه اكبر يعني من المجتمع نفسه. واخيرا مشكله الشخصيات، من الذي يقوم على هذه المشاريع؟ وللاسف الشديد مره ثانيه مشكلة السياسة هي المشكلة الكبيرة. أنا الحقيقة بشكل سريع أهمية الفهم الكامل والشامل للظاهرة هذه في علاج ظاهرتي التطرف والإرهاب، ينبغي أن نفهم ما هما يعني هؤلاء هذه المصطلحين أو الظاهرتين، تحديد الظاهرة واحتواء آثارها وتداعياتها والحرص على عدم تفشيها. للأسف الشديد اليوم الإعلام أكثر من ينشر ظاهرة التطرف والإرهاب، كل قصة كل واحد حكى له كلمة، يا الله يلا الكل من الجزيرة للبي بي سي للسي ان ان، هذا مشهور، هذا نجم عالمي، هذا بيطلع أيمن الظواهر، أيمن الظواهر من أكثر الناس المعروفين بالعالم كله. طيب يعني معقول هالكلام هذا؟ الحرص على تحديد المسببات الحقيقية لتفشي التطرف والعمل على علاجها أولا المسبب الكوز وليس الظاهر، هذا الفعل هذه ظاهرة لإشكالية، فلازم أن أحل المشكلة الأصلية. التعليم ونشر الوعي العام من الوسائل الهامة في مكافحة هذه الظاهرة، العدالة جاستس في كافة المراحل وعلى كل المستويات، وهذا للأسف الشديد نفتقده على مستوى العالم أزمة. عدم الانجرار خلف الأجندات السياسية أو الأمنية في مكافحة التطرف والإرهاب، والحمد لله رب العالمين، شكرا جزيلا. وعملية التطرف والانحيازات والتفرقة مش بس بين المذاهب، ده حتى بين الأديان. يعني أنا لا أتصور أن الله سبحانه وتعالى قد وقع في تناقض مع نفسه، في الأديان طلعها وبعدين قال الأديان دي ضد الأديان دي، رسالة واحدة. وهناك من يقول أن كل الكتب السماوية هي الإسلام على مراحل. فأنا بطرح عليك عملية التعبئة ضد يعني مسائل قد تكون بديهية، كتب السماء هل يمكن أن يكون بينها تناقض؟ يعني أنا الحقيقة هذا هو ربما الجانب الذي يتم الحديث عنه أكثر من غيره، اللي هو جانب التطرف الديني. أنا يعني حأجيب على السؤال، بس في ملاحظة مهمة. رغم أنه عنوان المعركة اليوم والتحدي الأكبر اليوم هو التطرف الديني والتطرف الإسلامي تحديدا، ولكن كل الأرقام والإحصائيات تشير إلى أنه أعمال الإرهاب ومظاهر التطرف هي الحقيقة الظاهرة الدينية هي أضعفها وأقلها. هناك اليوم تطرف فكري، تطرف ثقافي. أقول لكم حاجة، من الدول الغربية الأوروبية الديمقراطية التي فيها أسمى مستويات ومراتب الحرية وتكريم الإنسان، دولة قامت على التنوير وعلى العقل، طيب، وكسرت شوكة الكنيسة التي كانت تتحكم بالإنسان وتستعبده وتستعبد المجتمعات والشعوب في العصور التي سميت عصور الظلام الأوروبي. هذه الدولة اليوم اللي هي فرنسا تمارس أبشع أنواع التطرف العلماني، التطرف الفكري، أبشع أنواع بشكل بشع بكل ما في الكلمة معنا، تناقض نفسها. هذا التطرف إحنا ما حد يتطرق، ما حد يتكلم عنه. لما دولة، شوف دولة، الدولة دائما احنا نقول الانسان الكبير حينما يعامل الطفل يعني ما ينزل الى مستوى الطفل يعني ما، فلما يخطئ الطفل يتكلم معاه يقول له يا ابني عيب، ما يجوز، ما يصير، تأدب كذا، يعني يكلمه، والطفل يبقى يعني يعارك والكبير يتصرف ككبير. لما دولة كاملة عندها مشكلة مع ظاهرة بأنه بعض المسلمات يخترن لبس حاجة على رأسه، بالنسبة لها تعتبر هذا تهديد،
تعتبر أن هذا خطر وجودي عليه. يعني عفوا دعك من مسألة بأنه هذه تبين كم تفاهت هذه الدولة للأسف الشديد، ولكن أيضا أليس هذا من باب التطرف؟ لما الإنسان يشعر بأنه والله إذا يعني في حشرة في زاوية الغرفة كأنه هو مهدد، والغرفة مهددة، والبنيان هذا كله حيتصاحب بسبب هاي. يعني يعني لما الإنسان يصبح ملودراماتيك، يعني يتعامل مع المسائل وكأنما هي كلها قضايا هي مهددة له، هذه هي مشكلة الحقيقة، مشكلة كبيرة. فأنا أولا أوصي بأنه إحنا لما نتعامل مع الظاهرة ننتبه له. اليوم أخطر ظاهرة تطرف في العالم هي ظاهرة ترامب، وترامب أيضا ليس كشخص إنما كظاهرة، هذه ظاهرة الشعوبية، صعود الخطاب والممارسة لليمين المتطرف، اليمين الذي يشعر بأنه حق مهضوم، الذي يشعر بأنه بلاده وأراضيه انتهكت وأنها مخترقة وبأنها مهددة، وبذلك فهو يتيح لنفسه ويسمح لنفسه بأن يعني يمارس العنصرية والتمييز والعنف وكذا بحق الآخر، لأنه يشعر بأنه هو يدافع عن نفسه. أنا سمعت بأذني ورأيت بعيني أمريكان ناس يعني ناس محترمة يعني تتكلم بتقول هذول المكسيكان وهذول المسلمين اللي جاي إلى بلدي، هذول عاملهم مثل ما عامل هذا الإنسان الحرامي اللي جاي يدخل على باب بيتي أشيل عليه المسدس وأقتله. وهو أصلاً أجنبي. يعني لمن يشعر هو بهذا، وهو مثل ما تفضلت هو ناكر لتاريخه أساساً، هو ناكر لتاريخه الذي جاء به أصلاً، هو جاي مهاجر أساساً. طيب فيعني أنت معناته عندك الحقيقة إشكالية كبيرة بالنسبة للقرآن الكريم وللتعاليم. طيب أنا عندي قضيتين، القضية الأولى في نفس القرآن الكريم هذا الذي البعض يقرأ آية ثم يأخذها بالفهم اللي هو فهمه على جهل ويشعر بأنه هي تدفعه إلى أن يقتل ويسفك وكذا، فأنا أقول قضيتين. في نفس ذلك القرآن الذي قرأ تلك الآية، هناك آية في سورة الإسراء تقول ولقد كرمنا بني آدم، كل بني آدم، كل بني آدم، إيش ما كان بني آدم، إيش ما كان معتقدا، ما كان عنده معتقد، إيش ما كان إثنه، عنصرة، سنة، طبيعة حياة، اختياراته في الحياة، ولقد كرمنا. هذا التكريم إلهي، مش أنتوا كرموا وأعطوا شهادة التكريم، لا، تكريم إلهي، ولقد كرمنا نحن الله سبحانه وتعالى. وفي نفس القرآن أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فكأنما قتل الناس جميعا، نفس نفس، مش مسلم، نفس. فهذه واحدة. المسألة الثانية أنا دائما أقول، وهذا الكلام أنا قلته في أظن كان نيوز نايت، أنه لو صدق من يقول بأن الناس تقرأ القرآن فبعدين تروح تنتمي للقاعدة ولا داعش، ما كان يعني مليار و700 مليون إنسان انتموا لداعش، لكن في نهاية المطاف اللي انتموا لهم بضعة آلاف، والأمة كلها رفضت هؤلاء. طيب ما الأمة تقرأ القرآن، نفس القرآن الذي يتشدقون بأنه يحث لهم ويأمرهم بأن يقتلوا وكذا. طيب ما هو ليش ما، ثم أنه ليش الآن ظهرت عندنا القاعدة وداعش؟ لما الآن؟ ليش الآن؟ الآن ما هو المسلمين صار لهم يا أخي 1400 سنة يقرأون القرآن، ليش ما ظهر داعش من قبل؟ ليش الآن؟ فالحقيقة أنا أحذر من أن ننساق خلف الأجندات الإعلامية والتي هي مدفوعة بنزعات سياسية وغير ذلك. اليوم العالم للأسف الشديد يتم التدليس عليه إلى درجة يعني رهيبة، يقول له بأنه الخطر هو الخطر القادم من الإسلام، وأنه بينما الخطر الذي يهدد هذا الإنسان المسكين الذي يعيش وهو يفكر المعاش ماله كيف حيكفيه ولا مش حيكفيه، الكهرباء حيقدر يولع النور ولا ما يولع النور، ولا الإنسان الكبير في السن اللي خدم 60 سنة والآن أصبح ضعيف وبوحده خايف ينزل في الشارع في الليل ولا يفتح الباب لحد يضربه ولا حد يعتدي عليه، هذا تعتقد مشكلته هو مشكلة داعش؟ ولا مشكلة ناس تؤمن بأنه الشريعة لازم تبقى؟ يعني كلام فاضي. المجتمعات للأسف شيء، المجتمعات ونحن مجتمعنا هذا المجتمع البريطاني، المجتمعات للأسف تعاني من حالة فشل
فشل وعجز وخيانة عظمى من قبل الحكومات جميعا. إلى الآن الحكومات تمارس فعل لا أخلاقي مع مجتمعاتها، وأنا لا أقول فقط المسلمين، أقول الجميع بدون استثناء. هذا هو الخطر الحقيقي. حاضر حاضر يا دكتور. بس بعد دكتور شكرا على المحاضرة الجميلة وفيها جهد واضح. بس أنا سأختلف معك كثير من النقاط. أول شيء طبعا أنا أوافق أن هناك إشكالية بالمصطلحات، وهي إشكالية دولية وليست إشكالية تتعلق يعني بمجالنا نحن كمسلمين نحدد من هو الإرهابي أو ما هو التطرف أو من هو المتطرف. أولا أنت تكلمت عن بعض المبادئ والمنطلقات، هذه أراها أنا كمختص بالقانون هي تتعلق بعلم الإجرام بشكل عام بشكل مجرد. أنا كنت أتمنى أن تلامس أنت للأسف هنا ما بين هناك تطرف إسلامي وهو قضية العالم حاليا. نحن كمسلمين أولى بأن نقوم بتحليل هذه الظاهرة ومحاولة تأصيل، أنت في العنوان هناك تأصيل الأسباب، تأصيل أسباب التطرف الإسلامي وما يحق به هو الإرهاب الإسلامي. يعني مصطلح الإرهاب تم استخدامه سياسيا، هو أولا منذ الثلاثينات والأربعينيات من القرن الماضي استخدم لفظ الإرهاب في قوانين الجزاء أو قوانين الجنائية جميع دول العالم كوصف لسلوك تقوم به عصابات معينة بهدف إيقاع ضرر وتحقيق مكاسب معينة، ولكن تم استخدامه سياسيا أكثر شيء في مرحلة السبعينات. إسرائيل استخدمته ضد المقاومين الفلسطينيين، وفي سوريا استخدم ضد الجناح العسكري للإخوان المسلمين وما أحدث من جراحة في سوريا. وبعد ذلك تم نحن بدأنا نطلق كعرب ومسلمين مصطلح إرهاب الدولة، وأنا كمختص قانوني أقول أنا لا يمكن أن نعمل وصف إرهاب دولة، هناك توصيفات أخرى، هناك جريمة دولية، هناك جريمة عدوان، جرائم ضد الإنسانية، هذه تستوعب وصف أي سلوك تقوم بها أي دولة تجاه أي شعب أو تجاه. فبالتالي أنا برأيي الأصح هو أن يبقى هناك الإرهاب هو إرهاب أفراد وإرهاب جماعات. إرهاب الدول في القانون الدولي هناك توصيف وهناك أدبيات خاصة بهذا الموضوع. اثنين، يعني أنت عرفت أن التطرف هو حالة عصيان على التغيير، تفضل بهذا الموضوع. ثم قلت أن الإرهاب هو إيقاع الضرر بهدف تحقيق التغيير. فالإشكالية هنا هي التغيير. ما هو التغيير؟ ما هو تأصيل التغيير؟ هل عضو القاعدة أو عضو داعش حاليا هو يعني قام بما يقوم به أو يقوم بما يقوم به حاليا هو فقط من أجل أن يغير واقع معين أم احتجاجا على واقع معين؟ أتوقع أن التحليل السليم لظاهرة ظروف الإرهاب حتما سيقودنا إلى الجانب الفكري للتقسيم الشرعي لظاهرة التطرف. هناك تقسيم شرعي، هناك كتاب اسمه كتاب التوحيد، داعش والقاعدة يقرروا أولادنا في سوريا. يعني كتاب التوحيد تعرف أنت لا يجوز لا يجوز لا يجوز، كله في النار، كل من أتى بهذه الأشياء أو لم يأتي بها هو بالنار. إذن هناك تقسيم شرعي، لماذا نحن لا نستطيع أن نضع النقاط على الحروف ونقول هناك مشكلة في التقسيم الشرعي لظاهرة التطرف والإرهاب؟ وهذه أتوقع أنا واجبنا نحن كمسلمين أو مثقفين مسلمين أن نحاول نضع النقاط على الحروف ونقول يا عالم يعني يجب أن نصبح نحن يعني خلق إطارنا الإسلامي ونحاول أن نقول هذا خطأ وهذا صح. وبعد ذلك يعني أنا بموضوع بريفنت أنا مستشار مع الهوم أوفيس منذ عدة سنوات بهذا المشروع. للأسف أنا اجتمعت عشرات اجتماعات، توصيفك رائع وجميل وأنا وافقت 100%. لماذا هم أو ما زال بريفنت يفشل؟ يعني هم عندهم أولا في عندنا مثلا في سوريا يقولوا إنه مش عارف دار العرسبين، هم مش عارفين دار العرسبين حتى الآن، مش عارفين شو هو السبب، شو هي المشكلة. هم عندهم جانبين، الجانب الأول يركزوا على المسلمين وعلى بعض المظاهر التطرف أو اللحية الطويلة أو، والمقلب الآخر هم يعالجوا مظاهر أو نتائج المرض، لا يعالجوا أسباب. يعني الثرنا اتجه نحو الأسباب، أنا كنت دائما أقول هذا، ولكن هم الرؤية غير واضحة. بريطانيا أنا من تجربتي معهم لا يوجد عندهم رؤية واضحة إلا هي إذا حدث شيء يذهبوا إلى
من لحيته اطول ومن ثوه اقصر ومن ولكن بالنهايه التطرف هي مرض للاسف مرض اسلامي حاليا. انا لا اتكلم عن تطرف في بورما ولا اتكلم عن تطرف في بقيه المناطق في العالم، اتكلم عن ما يخصني وما جعلني انا كسوري هنا موجود في بريطانيا هو التطرف الذي تمارسه داعش والنصر. حاليا انا مدارس المناطق التي انتمي لها اصبحت مدارس تدرس فيها كتاب التوحيد، هل هذا يعني هذا حتما سيؤدي الى التطرف والى الارهاب؟ فبالتالي انت ما قمت بتاصيله او تحليله هو يتعلق بالجريمه بشكل عام ولا يتعلق بمشكله التطرف كظاهره اسلاميه، يعني اتمنى ان تضع بعض الاشارات على ما هي التقصير الشرعي او التقصير الحقيقي او السلوكي لظاهره التطرف الارهابي. جزاك الله خير، شكرا لك. يعني احنا النقاط اللي ذكرتها نقاط حريه بانها تؤخذ بالحسبان وانت صاحب خبره وفن ولا استطيع ان انافسك في فنك. انا يعني السبب الذي دعاني الى ان اتناول الموضوع بهذا الشكل وانا عنونت الشريحه الاولى انه محاوله جديده للفهم. نعم. اولا لانه انا شخصيا من الناس اخي الكريم، انا اذا قلت لك أنه مما بدأ بريفنت في 2005 أنا ربما شاركت في أكثر من 300 إلى 400 من الندوات والاجتماعات والمؤتمرات وكلها في هذا السياق. يعني لا أكون مبالغ، لم أشأ بأن هاي تكون رقم 401، ولهذا السبب أنا قلت محاولة جديدة للفهم، لأنه الحقيقة كل هذا الكلام ما نفع. كل هذا الكلام ما ينفع. اخي الكريم اقول لك شيء. اولا كتاب التوحيد اذا تروح على الفيسبوك، ما اريد اقول لك مصادر معتبر، نعم. روح على الفيسبوك اخي ستجد اكثر من مئات فيما اعلم من المواقع من علماء سمي علماء ائمه دعاة طلبه علم هذا الكتاب فصلوه وجردوه ووجدوا بانه مجموعه من الاكاذيب ومجموعة من التفاهات جمع من هون ومن هون ومن هون وحطهم مع بعض ولصقهم لأنه عنده أجندة سياسية عادي، يعني ما هو الكل بيسويها، هو الكل مسويها يا أخي الكريم. وبعدين أقول لك شيء، الأمة جميعا رفضت داعش بدون ما تقرأ التوحيد، بدون ما تقرأ كتاب التوحيد، بدون ما تسمع أنت للجولاني، رفضت الفكر، رفضت المنطلق. الأمة كلها، علماء الأمة كلها المعتبرين، داعش ما عنده ترى ولا واحد من العلماء اللي حدا بيعرفه، اللي حدا في يوم من الايام جلس معه في فصل دراسي على مستوى ماجستير، بلاش نقول دكتوراه، ما حدا فيهم، جهله، مجموعه من الجهله من الاطفال. فانت بدك يعني عفوا القاعده عندهم ومن توجد القاعده أسوأ من داعش. شوف اخي الكريم، انا راح اجي اقول لك التالي، اذا اجينا احنا نريد نخصص نقاش انه القاعده من وين جابوا هم مستنداتهم الشرعيه، وراها بوكو حرام من وين جابوا مستنداتهم الشرعيه، والشباب من وين جابوا مستنداتهم الشرعيه، وداعش، نعم كل واحد فيهم مجموعه ثله من الناس اللي تعتقد فعلا هذا هو اللي يدخل الجنه، انا متاكد طبعا قطعا قطعا. زي ما كانوا يا اخي الاي ار اي لما القوا بالقنبله الهاون البلستيك ميسايل من ساوث اوف ذا ريفر الى حديقه مارجريت ثاتشر الخلفية، كانوا مؤمنين باللي قاعد يسوي هذا يعني هو اللي قمة الوطنية وليس سواه. يعني هذا أمر طبيعي. فقضية أني والله أحاول أفهم حتى أقنع حتى يغير رأيه، أنا باعتقادي هذا أسلوب ما عنده، أولاً لست أنا صاحب الاختصاص، إذا بدك تجيب واحد يأصل شرعية بدك تجيب شيخ يعني دارس الموضوع مش أنا. المسألة الثانية أنه ما فائدة ذلك. يا أخي أنا اليوم يا أخي هذه ظاهرة، This is a symptom. القاعدة سمتم يا أخي، العراق هذا البلد، العراق الذي أنا ولدت فيه، هذا البلد حكم بالحديد والنار وبالظلم والأذى على مدى عقود، على مدى عقود. في ناس تترنم بأيام البعثيين الأول بالستينات، وفي ناس تعود إلى الحكم الشيوعي بال58 وعبد الكريم قاسم، وفي ناس ترسل مقاطع تتغنى بالعهد الملكي،
طيب ونحن أصبحنا أمة تنظر إلى الخلف ولا تنظر إلى الأمام، تمام؟ لكن مع هذا لم يكن عندنا في يوم من الأيام واحد يفجر نفسه، ما صار عندنا، ما صار عندنا. ليش فجأة بعد 2003 صاروا كل الناس بتتسابق بدها تفجر حالة؟ ليش؟ بدي أفهم. والدين كان أصفى وكان أنقى وكان أطهر وكان أقرب وأفضل قبل. طب ليش؟ يعني ما هو بدك تفهم. طب أنا إيش اللي بينفعني أن أتي على ظاهرة نشاز حتى في سياق التاريخ هي نشاز، ثم أجي بدي أدرسها وبدي أركز عليها؟ ليش؟ أنا باعتقادي العالم أخي، العالم دا يضيع وقته، دا يضيع وقته فعلا. أنا أعتقد بأن مظاهرة الإرهاب والتطرف ظاهرة خطر علينا جميعا، ولكنها طريقة العلاج التي فرضها العالم علينا طريقة خاطئة 100% ومضيعة وقت. ومنها قضية تعالوا فسر لي هاي الآية من وين؟ يا أخي شوف فسر لك هاي الآية، هاي الآية الذي قرأها مليار وسبعمائة مليون آدمي فهموها بطريقة بأنها لا تعني قتل الآخر. طب شو إلي لما في كم من واحد أزعر قرأها وقال هاي معناته بدي أقتل؟ طب شو أسوي له؟ شو أسوي له؟ سوف الدكتور في مرجعيات عندنا، يعني مثلا من سنتين شهر 7 2016 قام مجموعة أو اثنين بتوقع من المسلمين العرب من شمال أفريقيا ذهبوا إلى كنيسة وقطعوا رأس أحد القساوسة. إذا ذهبت أنت إلى وين؟ في شمال فرنسا شهر 7 2016، إذا ذهبت حاليا أنت يعني أكثر مرجعية دينية هي كبار العلماء في السعودية حاليا، ذهبت ستجد أن هناك فتوى من هيئة كبار العلماء لها رقم وتقول بأن هذه ديار كفر و هذا الرجل الذي ذهب قرأ هذه الفتوى وذهب وقطع رأس القسيس. طيب روح على السعودية قطع تجارتك معنا. ما احنا مستعدين نروح السعودية نقولهم البريطاني خلي يروح يقطعوا علاقته بالسعودية. ريت هم قالوا انا معك، انا ببصوا معك. دكتور فتحي شكرا لله، يعني هو الموضوع اكيد موضوع مهم جدا، موضوع الساعة، ولكن يعني شكرا حقيقة للمحاولة القيمة والكبيرة. جذب انتباهي المصطلح او تعريفك لمفهوم التطرف، خليني نبقى في التطرف يعني الموضوع معقد كما ذكرت. تقريبا اذا كنت فهمت يعني قلت التطرف هو الشخص المتزمت الذي يحمل فكرا ولا يعني يترك مجالا للتغيير، ليس كذلك؟ تمام أكمل. فيعني فكرت في هذا الموضوع قلت إذا وكأن العالم كله متضرر بما فيهم أنت متضرر، أنا متضرر، كل واحد منا متضرر. يعني الإنسان الذي يحمل فكرة بشكل عام هو يعتقد أنها صحيحة وأنه غير خاطئ. يعني لو جيت الإنسان قومي مثلا، نحكي عن العالم العربي، قومي عربي ناصري بعثي كل اتجاهات القومية العربية، فهو يعتقد أن المسلمين مثلا رجعيون متخلفون يريدوا أن يرجعوا هذه الأمة إلى قرون الوسطى كما يقولون، والإسلامي ينظر إلى الماركسي الليني كملحد كافر، والقومية فكرة شعوبية، فكرة عنصرية، فكرة جاهلية، والآخرون ينظرون إلى الإسلام السياسي ك عملاء الأمريكان أنه يجب أن يجتثوا من أرضنا. فإذا الكل ضد الكل والكل يعتقد أنه صحيح. لو استعمل المسألة قليلا لقلنا أنه بوش الابن لما خرج وقال من كان معنا فهو معنا ومن كان ضدنا فهو يعني ضدنا، ليس كذلك؟ معنا على الإرهاب هو إما معنا على الإرهابية. فإذا هو يعتقد أنه هو على الحق والآخر هو ضده، فبالتالي هو على الباطل. فإذا وكأن هنا وقعنا في التطرف، فإذا القومي متطرف والماركسي متطرف والإسلامي متطرف وأمريكا متطرفة والشرق والغرب. نحن في المشرق الكثير يعتبر أن الغرب منحل وأفكاره يعني لا تمثل الإسلام ولا تنطبق على الإسلام، والغرب ينظر إلى العالم الإسلامي أو إلى الشرق على أنه يحمل أفكار متطرفة وأفكار رجعية وضد حقوق الإنسان إلى غير ذلك. فإذا الجميع ضد الجميع، يعني إذا أردنا أن نوسع قليلا بين الأديان، المسلم يعتقد أنه النصرانية يعني دين فيه انحراف منحرف
واليهودية كذلك، واليهودي والنصراني يعتقدون الإسلام ليس بدين أخي الأديان، وإنما محمد هو الذي كتب هذا الكتاب وهو الدين الخطأ. فبالتالي هم أيضا قائمون على أفكارهم وعلى مبادئهم. بمعنى ماذا أردت أقول هنا؟ أن هذا التعريف وكأنه يعني غير واضح بالنسبة لي على الأقل، لأنه لو تريد أن تطبق على الواقع فتجد أن الجميع سواء كان شرقا غربا عربيا غير عربي إسلامي غير إسلامي فالجميع متطرف. الدكتور مخلص مثلا يرى أن هؤلاء الذين يقرؤون كتاب التوحيد هم رجعيون متخلفون كذابون انتقلتهم كذابون، الآخرون يرى كأنك أنت كافر مرتد. فبالتالي وكأنه نقع في مشكلة الكل ضد الكل. فإذا من هو المتطرف؟ أنت تراني متطرف وأنا أراك متطرف، أنت تراني كافر بأفكارك وأنت أيضا كافر بأفكارك. فإذا أين نستطيع أن نميز بين حقيقة المتطرف الحقيقي والمتطرف غير الحقيقي؟ أخي الكريم، يعني أنت وصفت ظاهرة هي ظاهرة البشر على مر من خلق آدم. يعني أنت تقول أنه الناس عندها قناعات وعندها رؤى وعندها أفكار وعندها معلومات. بالطبع أنا لما يكون عندي معلومة سأعتبرها معلومة يعني وأبني عليها. لما يكون أنا عندي معتقد أنا عندي معتقد، هذا لا ضير، هذه حال البشرية كلها، ليس هذا إشكال. الإشكال هو أني لما أرفض أن تكون أنت إلا كما أنا، لما أما أني والله يعني أنه أنا أكون مثلا خطي إسلامي ولا خطي ليبرالي ولا خطي علماني ولا خطي كذا، هذه حرية، هذا أنا حر. الأخت التي تختار أن تضع على رأسها الخمار يعني هي مؤمنة بأنه هي ما تفعله صحيح، في واحد يؤمن بشيء هو معتقد بأنه غلط. لكن هذه التي تضع يعني أنا هل تقول إذا أنا عفوا فقط هذه التي تضع الخمار على رأسها ترى التي لا تضع الخمار هي سافرة أو فاسقة في منو قال لك ليش والتي تضع خمار والتي لا تضع خمار ترى هذه التي تلبس الخمار فهي إذا رجعية ومتخلفة وإلى غير ذلك. طيب بس شوف أخي، يعني أنت تريد أن تنزع أنه الناس يكون عندها انطباعات؟ لا أنا لا أريد أن أنزع، أنا أفسر المصطلح الذي جئت. أنا الذي قلته أخي الكريم، أنا الذي قلته، وهذا حتى ربما يعني بعض التوضيح للتعليق الذي قاله الأخ الكريم، أنا الذي قلته في قضية المسلك الشخصي. هذا الإنسان الذي لديه قناعة ويؤمن بأنه الذي عنده هو الحق المطلق وأن ما عند سواه هو الباطل المطلق، هو الباطل المطلق، ولا يحكم على الفكرة التي عندك بل يحكم عليك أنت كإنسان، تمام؟ وهو لما يكون عصي على التغيير بأنك أنت مهما قدمت له من معلومات ومهما قدمت له من تبريرات ومهما قدمت له من توضيحات فهو عصي على التغيير. هو يريد أن يغير الآخر ولكن يفضل أن يتغير. يا أخي الكريم، أنا قومي عربي أعتقد أن القومية العربية هي المسلك الوحيد الذي سيعيد هذه الأمة مجدا. وأنت كإسلامي فأنت متطرف رجعي. هاي مشكلتك. أنا شخصيا لا أعتقد بأنه أنت عندك مشكلة، أختلف معك، بس ما عندي مشكلة معك. إيش المشكلة؟ لا أفرعني كن قومي أو كن مارسي. طب أنت كن إسلامي. لا أكون إسلامي. شوف أخي، خلني أعلق على شيء. أنت ذكرت قضية التيار الإسلام، أنا أقول لك أنا ابن الحركة الإسلامية. طيب الذي أسس لفكر الإخوان المسلمين، لحركة الإخوان المسلمين، هو الإمام حسن البنا. حسن البنا له قول يقول: ما عندي صواب يحتمل الخطأ، وما عند غيري خطأ يحتمل الصواب. إحنا لو كنا في كل قناعاتنا، إذا كانت سياسية ولا أخلاقية ولا اقتصادية ولا فكرية ولا كذا، اعتمدنا هذا القول فقط، أنا باعتقادي نحل كثير من المشاكل. إنه يا أخي أنا نقصد على التعريف، أنت قلت المتطرف هو الذي يحمل فكرة متزمتا يصير في أنا ما قلت كلمة متزمتة، أنا ما قلت كلمة متزمتة ولا يفتح للتغيير. كلمة متزمتة أنا لم أستخدمها. حسن البنا لم يصبح قومي أو بعثي أو اشتراكي أو شيوعي، بقي إسلامي وبقي إخوان المسلمين إلى الآن. إلى الآن عليه رحمة الله. طيب أنا عايز أقول لك، يعني هو الصراع الفكري هو أساسا أو الحياة بشكل عام مبني على الصراع، صراع طبقي وصراع فكري، صراع بأي شكل. المهم إن أنا ممكن أختلف معاك، لكن هي الفارق اللي حدث إن أنا
اختلف معك احمل السلاح، هي دي الفيصل. اختلف كما قضية شيء. الاقصاء، قضية الاقصاء، يعني يا اخي هل انا امنع، هل من حقي اني انا امنع الانسان النصراني ان يعتبرني انا انسان مهرطق؟ يا اخي هذا دينه، دينه يؤمن به كيف شاء. هل انا امنع الانسان مثلا الملحد انه يعتبرني رجعي؟ يا اخي يعتبرني رجعي، لكن 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 في حال، لكن في حال انه بنى على هذه القناعه، بنى انه يريد اقصائي من الحياه وسرقه حقوقي واخذ ما عندي من انسانيه وكرامه وامن، لا ذاك الوقت اذا هو ينطبق عليه ما ينطبق على الداعش. شوف الذي اعطيته في الاول ربما يعني اعتقد انه اخي والله لولا انه قطعنا السلك لرجعت لك اياه. انا اظن انك انت ما قرات صح، لان انا مثلا كلمه متزمت انا ما ذكرتها في كل الاطلاق، انا ما اقول كلمه لان متزمت هذه ما لها معنى اصلا يعني، فما قلتها. فلعله اخي انت قراتها من ورا ابدا، ما موجوده والله في الاول، ما موجوده والله، والله ما موجوده. اي اضافه؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا دكتور عفس. في بعض الافكار يعني وخاصه باللغه القرانيه، الارهاب في اللغه القرانيه ترهيب به عدو الله وعدوكم هو مفهوم رادعي وليس اعتدائي. صحيح. ولكن هو في فرق في الظاهره الانسانيه ما بين المفاهيم وتغيير المفاهيم، الدستوشن لينجوستيك. دي مشكلة كبيرة جدا اللي هو خلق المنتج السياسي. فالظاهرة الموجودة تحت التطرف والإرهاب هو منتج سياسي، حتى أن داعش جاءت نتيجة لهذا المنتج السياسي لتحقيق مكاسب معينة، زائد أن الصراع ما بين البشر ده صراع أبدي موجود وله جانب إيجابي، بس الإشكال إن إحنا بنستخدم الجانب السلبي في اللي هو استئصال الاخر. العجز السياسي في العالم كما نهيت والعجز العدل هو الذي ادى لهذه الظاهره، ولذلك هو ده اللي بيدعو للقيم. يعني احنا النهارده لا حل لنا الا اعاده القيم بغض النظر عن مصدرها. يعني مثلا كانت الكنيسه عندها قيم، وكانت المجتمعات الغربيه تختلف كلياتا. هم بيدعوا بالتنوير، التنوير جاء لتظليم البشريه ومحياها من القيم. فاحنا هذه المفاهيم هي البشريه في حالها، وللاسف هذه المفاهيم ليست مؤصله غير بالنصوص الاسلاميه، ولكن المسلمين النهارده بيحاربوا هذه القيم، فهذه اصبحت مشكله معقده. فلازم نفصل ما بين المفاهيم الحقيقيه وتحليل المصطلحات، وبين الديستوشن اللينجويستيك، وبين المنتج السياسي، وبين الاخفاق في القيم العدل اللي هي الانسان المجتمع البشري لا يمكن ان يحيا بسلام بدونه، بل هيفقد مقومات الحياه. هو نفسه الذي يفعل هذا هو نفسه متضرر. يعني هذه المفاهيم هي نحن في حاجه اليها اكثر من اي شيء. الله. لكن انا اختلف بانه الارهاب او التطرف على العموم وهما متلازمتان، ربما من يتطرف في النهايه يلجا الى الارهاب، ليست ظاهرتين تاريخيتين، هما يعني حديثتا العهد جدا. يعني في المجتمعات الغربيه ابتدات حينما الدوله احتكرت العنف وحرمته على الافراد. في المجتمعات السابقه كان دائما السكان في مفهومنا الآن المواطنين معهم سلاحهم، وهذا السلاح يعطي قدر من الاحترام الذاتي أيضا وقدر من الطمأنينة، أنه يستطيع عند الحاجة، قد لا يستعمل السلاح أبدا ولكنه على الأقل يحترم نفسه بأنه قادر على الدفاع عن نفسه. الدولة الحديثة تقريبا منذ عهد الثورة الفرنسية جردت المواطن، أصبح تحت رحمة الدولة تماما. الدولة هي تحتكر العنف والمواطن ليس له أي حق، ما عدا أمريكا بسبب ظروف الهجرة واتساع الرقعة لحد الآن فيها سلاح. انعكس هذا على المجتمعات الغربية التطرف والإرهاب أكثر وقبل المجتمعات الإسلامية بكثير. يعني ابتدأ ظاهرة السيريال كيلر من جاك ذا ريبر اللي هو المثال المشهور في المجتمع الإنجليزي، لما تطلع جريمة مو تبدس
متبلس كرايم يقتل ليس لسبب ولكن لأنه يحس بأنه ضئيل وتافه وضائع في مدينة مثل لندن تضم الملايين وهو لا قيمة له ومجرد من كل قوة. فهذا طريقة لتأصيل يعني الإحساس بقيمته وبذاتيته، يقتل بدون سبب لمجرد أنه يحتقر المجتمع، يعني يعتبر أن المجتمع على مجتمع خلاف. نفسهم المفكرين الغربيين لم يعترضوا على ذلك، قالوا بأنه هذه اللامنتمي الثورة. حتى الماركيز دي سار قال بأنه هذه الجرائم اللي يرتكبها السادية هي ضد المجتمع الخانق، ونظروا لها لدرجة أنه البعض كتب الجريمة بوصفها فنا جميلا إلى هذه الدرجة. ولا تزال طبعا هذه الظاهرة مستمرة بين الحين والآخر، يخرج هنا أو في أمريكا من يقتل مجموعة من الناس بدون أن يكون بينهم حتى صلة، وإنما لمجرد تأكيد ذاته. فالتطرف هو أن تعتبر المجتمع حينما يهيمن على كل شيء واعتبر نفسه هو ذا نوع والآخرين هما الشذوذ. فطبعا في هذه المناطق النائية يحدث نوع من الثورة، يعني بأي حق أنت تعتبر أن قيمك هي القيم التي يجب أن يأخذ بها الآخرين. الآن العولمة في كل مكان، قيم الأوروبية هي القيم التي يجب أن يأخذ بها الآخرون. وتقريبا إحنا الدول الحديثة نشأت على ذلك، تم تأسيسها وإنشاء أجيال على هذه الفكرة، حتى أصبحنا نحن لا نعرف ما هي قيمنا، أصبحت القيم الأوروبية هي التي نعتنقها. يعني أنا في كل ما نطرح هذا الموضوع يعني دائما أجد من يقول يعني تريدون إرجاعنا إلى العصر الحجري، وكلمة العصر الحجري تتردد كثيرا. حتى أمريكا لما قصفت العراق قالت سنعيدهم إلى العصر الحجري. العصر الحجري لم يعيش العرب أبدا في العصر الحجري، هم عاشوا في العصر الحجري. يعني الإنسان بقيمته مو عندما يضربوننا سنختبئ في الجبال. أولا إحنا ما عندنا جبال، إحنا صحراء، والإنسان الصحراء يكون شجاع لأن الأرض مفتوحة أمامه. يعني حتى هذه الكلمات التوصيفات احنا نرددها ببغائية. الغرب الذي يفشل في التعامل مع المسلمين هو نفسه الذي اسمى الدولة العثمانية بالرجل المريض والمسألة الشرقية، هو الذي هدمها، كان من اهدافه هدم الخلافة الإسلامية، فهو يعرف المشكلة، القيادات فيه تعرف المشكلة. اما الذي يجهلها فهم المغيبين، طبعا الطبقات، البوليس والقضاة وغيرها، هؤلاء يتعاملون مع الظواهر وأكثر كسلا من أن يعرفوا الأصول. أما السياسيين ومن ورائهم ومن وظفهم يعرف تماما ماذا فعلوا في العالم الإسلامي، ويعرف بوكو حرام التي تحرم التعليم الغربي يعرفون ماذا عملوا في أفريقيا وساعدتهم الدول العربية والإسلامية أيضا في تدمير الإسلام في تلك المنطقة. يعني إذا كانت أمة بالكامل تدمر قيمها، وهي ليست أمة جاءت من مجرد حدود عشوائية وإنما جاءت من حدود قيمية، ويعني عندها يقين روحي يتفوق على الآخرين، فبالتأكيد يكون رد فعلها رد فعل يعني عنيف. يعني ما هو مثل ما يقول الشاعر العربي، تعجبين من سقم صحته هي العجب. نحن لا نعجب من ما يصدر من المسلمين كرد فعل، نعجب من سكوت هذا المليار المسلم على ما يجري عليهم. والبعض يساهم ايضا في هذا عمليه التركيع سواء كان مسلمين او غير مسلمين، مثل ما تفضلت المجتمع الانجليزي هذا المسكين يعني ماذا له، يقضي حياته في وظيفه واسبوع بعد اسبوع ينتهي، ثم يجد نفسه اما في دار للمسنين أو في مصح عقلي، وليس له أي تأثير في السياسة، ويعرف بضلالته وبأنه غير قادر على تحرير. بس مع ذلك هو ليست لديه محرك لأن يثور غير أن يكون مجرما قاتل جمعي. هذا الذي يظهر بين الحين والآخر، هذا من لديه جرأة، ومن لا لديه جرأة يصاب بالانهيار العقلي ويدخل المصحة ويتم إقصاؤه تماما من المجتمع. فيعني على العموم ليست ظاهرة إسلامية، ولكنها ظاهرة ابتدأها المجتمع الذي يحاربها الآن، وهي ظاهرة حديثة في رأيي. تحليل جميل، تحليل جميل، شكرا. هذه المحاضرة ما كان أن تنتهي هذه النهاية المشالبة الجميلة إلا إذا كان يلقيها واحد أستاذ
يستطيع أن يحاول أن يقعد. وأنت تقول له جرأة أن يفتح الموضوع. شكرا لكم جميعا.